ورجعنا تاني بعد الاستراحة، ودلوقتي غالبا هنحتاج نحاول كده نعمل ضربات جزاء سريعة. يعني انا حاولت ان انا اطلع الغريبة، طلعتها هي بس سخنة شوية، حطيتها هنا قدام حضراتكم تشوفوها، وطلعنا برضو الكوكيز اللي احنا عملناه اللي بالشوفان والعسل اهو. بصوا يا سلام، عايز اقول لكم ريحته تجنن. طيب في يعني جزء انا عاملاه، لو عايزين تشيلوا العسل الاسود تعملوه بسكر بني هيطلع نفس اللي محطوط في الستاند فوق بالملي بالسكر البني. بس انا هحط بقى الكوكيزات الحلوه دي هنا، طبعا لازم تستنوها لما تبرد تماما كده. ايوه ايوه هو ده، تسلم ايديكم. ده معمول بسكر بني من غير اضافه العسل الاسود، هيطلع كده ومن غير إضافة المكسرات ولا الزبيب ولا أي حاجة، فحضراتكم تختاروا اللي يناسب حضراتكم. أوكي، وأنا كده هنا بضيف أهو الإيه الكوكيزات القمر دي، ونقفل كده. يا سلام، ونشيل ده بقى خلاص، ونقول إحنا قلنا بدائل. حضراتكم تقدروا، إحنا طبعا ما حطيناش زبدة، حطينا تقريبا 3-4 معالق زيت، ما جاتش ربع كوبايه من الزيت النباتي الخاص بمليان في الكوكيز الجميله اللي قدام حضراتكم دي. صحيه، حتى اولادنا يقدروا ياخدوها سناكس حلوه للناس اللي حابه في وسط يومها بقى تاخد سناكس بعد كده خلاص في حاجه في العيد ان شاء الله ما يبقاش بيكسروا. هنعمل ان شاء الله كمان الكحك الدايت والكحك اللي بسكر، يعني مش لاي حد، المرضى السكر كمان، عشان نقدر ننسى اصدقائنا والطلبات اللي حضراتكم بعتوها طبعا من العين دي والعين دي. وعملنا كمان الغريبه ريد فيلفت، عملنا بسكويت الكمون، احنا شكلنا شويه في الفرن، خليني كده ايه يعني نشوف برضو ايه مع بعض اخباره ايه، خليني ابص عليه. بصوا هو بيزيد شويه بينفش، بيبقى يعني جميل كده. وزي ما قلت لحضراتكم خطوه التحميص مهمه قوي. بصوا جمال طبعا على حراره، ده بقى زودت الحراره خليتها 180، يعني اول ما بدات اشكل البسكويت ده حراره 180 على الشبكه كده، رائع ان شاء الله رائع. الكوكيز ممكن يبقى على حراره 180، بس انا بصراحه بالنسبه لي كان بعد ما الغريبه طلعت بدات بيها اول حاجه، لان الغريبه محتاجه حراره هاديه، فالفرن لما بيسخن ونرجع نهديه برده بيبقى فيه حته كده شويه، ممكن ساعات لا قدر الله ايه يسويها زياده. طبعا لو استوت زياده هتشرخ لو الحراره زايده يعني، وهتنشف. الزبده مش محببه قوي في الغريبه الا يعني لانها بتنشفها شويه، السمنه احسن، واتفقنا سمنه مبرده لازم في الثلاجه عشان تديني فوليوم حلو وتخليها كريمي وناعمه. هنعمل الغريبه الثانيه اكيد، الغريبه طبعا السوري رائعه لا يعلى عليها، وهنعمل حاجات جميله ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. اتمنى يا رب ان الوصفات تكون نالت اعجاب حضراتكم، واحرزنا على الاقل يعني هدف او هدفين، وتكون النتيجه عظيمه زي ما حضراتكم حابين تشوفوها. واتمنى من الله ولا يكتر على الله اشوف حضراتكم من هنا لحلقه جديده على الف خير وصحه وسلامه وسعاده، وسلام عليكم.